يجب إبعاد السلطة القضائية عن أي تدافع سياسي، وهذا هدف تقديمنا للقانون. إخواني، البعض يسأل اللي يسوونه أنتوا الآن من وقفة تضامنية ومؤتمر صحفي، ما هو تداخل في السلطات؟ ما هو تأثير على أعمال السلطة القضائية ومحاولة توجيه الأحكام؟ أقول خلونا ننتبه شوي، خلنا نفرق يا جماعة، خلنا نفرق ونفكر بالموضوع بشكل أعمق. إحنا ما نتكلم عن محكمة عادية، ما قاعد نتكلم عن محكمة إدارية ولا جنائية، ولكن نتكلم عن محكمة دستورية. أنا دائما كنت من المطالبين باستقلال القضاء وضرورة استقلال القضاء، ودائما كنت من المدافعين عن أن يكون القرار قرار القضاة بمعزل ومنأى عن المعارك السياسية. لكن لما نتكلم عن المحكمة الدستورية فهي محكمة ذات طبيعة خاصة وفق المادة 173 من الدستور، اللي ذكر فيها المشرع في مذكرته التفسيرية عن ضرورة الموائمة السياسية بدخول أطراف نيابية أو أطراف حكومية.